عن عمر جاب فيه العالم شرقا وغربا ووسطا مستكشفا وصانعا أفكارا تنويرية، رحل عدنان الخياط نجل القاضي صلاح الدين الخياط وشقيق رئيس مجلس إدارة قناة الجديد تحسين الخياط. هو الصحفي والمشرقي وصاحب القلم الجوال بين المدن والطوائف الذي لن تكتشف له طائفة بعينها أو بلد بحدود مغلقة، حيث كانت كل قلوب الناس جنسيته. كتب عدنان خياط في النهار وفي مواقع إخبارية عدة، وكان ممن أسهموا في نشر المشروعات البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد عمل على مشاريع لتكرير المياه وتطوير المساحات الخضر ونمو الشجر. منحته جمهورية إيطاليا وسام كافالييري لإسهامه في إقامة مشروعات التعاون بين إيطاليا والإمارات، وهو لقب حمله رئيس الحكومة الأسبق سيلفيو بيرلوسكوني. صرع عدنان خياط كل أمراض العصر الطائفية والتقسيمية، تحمل أوجاعه بصمت إلى أن غلبه مرض التصلب الجانبي الضموري. عاش بقلب عربي وفكر عابر للديانات. ابن صيدا الذي صاهر المدينة المنورة مع شريكة العمر السعودية فادية بصراوي وطاف بين مدن يستطلع ثقافاتها ويقف متألما عند نزاعاتها، امتلكته سماحة الأديان فنشر مقالا عن أغنية رائعة ألفها شاعر مسيحي وهو سعيد عقل، ولحنها الرحابنة المسيحيون وغنتها فيروز. أما الأغنية فهي لمكة المكرمة قبلة الإسلام والمسلمين. غنيت مكة أهلها الصيدة والعيد يملأ أضلعي عيدا. غنيت مكة أهلها الصيدة والعيد يملأ أضلعي عيدا. كتب عدنان عن صيدا ومفتيها السني محمد سليم جلال الدين الذي قاوم إسرائيل وأنصف يهود المدينة. شرح في مقال له كيف تعلم لغات عدة من الإنجليزية إلى اليابانية والسلافية والرومانية إلى الصينية، لكن مدرسة الأمريكان في صيدا علمته أن لا يتعلم الفرنسية. جال حبره في أفغانستان وكتب عن شرب الشاي مع مسلحي طالبان، وأجرى مناظرة متخيلة بين توني بلير ونوح زعيتر عن زراعة الحشيشة. وبين مقال وآخر كان عدنان خياط يطرح مخاوفه على مسيحي الشرق، وهو في عام 2018 كتب مطالبا شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب بأن يعلن يوم الجمعة في 12 من يناير كانون الثاني جمعة التضامن مع المسيحيين في مصر والعراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، ورأى أن المسيحيين يقفون على مفترق خطر، طريق سيؤدي إلى تهجير ما تبقى منهم وإفراغ الشرق منهم ومن الأقليات غير المسلمة الأخرى. وكان لبنان في قلبه أولا وآخرا، وهو احتفى بتحرير جنوبه عام 2000 ناشرا مقالا عن رفع عالم لبنان في سماء أمريكا، حيث العالم يحترم القوي والمنتصر. غابت مقالة عدنان خياط، ورحل رجل من زمن الوعي والقلق على عواصم من نار، وقد احتضنته عاصمته الأولى والأخيرة صيدا، حيث وري في ثرى مقبرة سيروك.